رغم معاناتهم من أمراض مزمنة كثيرة تمنعهم من الصيام، غير أن كبار السن يصرون على صوم رمضان في تحدي واضح لكل الأضرار والمخاطر الصحية الناجمة عن ذلك. باش نقول لك في الحقيقة، هاد الأشخاص المسنين هادو باش نقنعوهم طريقة صعبة، صعيب بزاف باش نقدروا نقنعوهم، باسكو إنسان صامحيته كامل وطاح بالمرض، وفي بعض الأحيان هاد الأمراض المسنين يكونوا صاموا من قبل، عندهم تجربة في رمضان، الحالة تاعهم كي تتوتر هما كيما يقولوا الصيام ما يساوي حتى حاجة قدام صحتهم. ميم تقولي لهم بلي صحتكم راح تقيس ولا راح تزيد ولا، يقعدوا في حالة عندهم اعتقادات دينية، الاعتقادات الدينية تاعهم ديفيسيل بطريقة صعبة باش نقدروا نقنعوهم. فئة يصعب إقناعها بالإفطار في رمضان رغم ترخيص الأطباء وإفتاء رجال الدين. هم لا يقتنعون بكل أحد، ولا يسمعون لكل طبيب، ولا يسمعون لكل إمام، لأن بعض العلماء في الفقه الإسلامي وتراثنا الإسلامي القديم، ومنهم ابن حزم الظاهري، يرى بأن من صام وكان صاحب عذر فصيامه باطل وهو آثم عاصي، يعني يا ليته قبل. فيعني هذه الرسالة نوصلها، نرى من يصلح لإقناعهم. مخاطر الصيام بالنسبة لفئة المسنين المصابين بالأمراض المزمنة قد تؤدي إلى مضاعفات حرجة، خاصة وأنهم لا يتقبلون فكرة الإفطار في رمضان في الوقت الذي يظل فيه هذا الشهر مقدسا لدى هذه الفئة.